بحزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي لصر عن نصف عيني لكتم الكذب وفتية من بني عدنان أرسلها للجد والدها في الحرب للعب فأنعموا بنفوس لا عديل لها حتى أسيلت على الخرصان والقطب فانظر لأجسادهم قد قد من قبل أعضاؤها لا إلى القمصان والأهب كل رأى ضر أيوب فما ركضت رجل له غير حوض الكوثر العذب قامت لهم رحمة الباري تمرضهم صرعى فلم تدعهم للحلف والغضب ومولدين نهار المشرفية في ليل العجاجة يوم الروع والرهب ومبتلين بنهر ما لوارده من الشهادة غير البعد والحجب فلم تبل ولا في غرفة أبدا منها لهيب فؤاد بالجوى عطب حتى قضوا فغدا كل بمصرعه سكينة فوق تابوت من الكتب هذا الشيخ صالح الكواز من أكابر الشعراء وهو الذي يسمى بشاعر القرآنيات حتى قضوا ومبتلين بنهر ما لوارده من الشهادة غير البعد والحجب فلم تبل ولا في غرفة أبدا منها لهيب فؤاد بالجوى عطب حتى قضوا فغدا كل بمصرعه سكينة فوق تابوت من الكثب فليبكي طالوت حزنا للبقية من قد نال داود فيه أعظم الغلب من هو البقية قال أضحى وكانت له الأملاك حاملة مقيدا فوق مهزول بلا قتب يرنو إلى الناشرات الدمع طاوية أضلاعهن على جمر من النوب مو بس مقيد مو بس عليل لا يرنو إلى الناشرات الدمع طاوية أضلاعهن على جمر من النوب والعاديات من الفسطاط ضابحة والموريات زناد الحزن في لهبي والمرسلات من الأجفان أدمعها والنازعات برودا في يد السلب ورب مرضعة منهن قد نظرت رضيعها فاحص الرجلين في الترب تشوط عنه فتأتيه مكابدة من حاله وضماها أعظم الكرب هب أن هاجر إسماعيل أحزنها متى تشط عنه من حر الظما تأبي تروح وتجي ما ماثلتها ولا أم
أم الكريم أسر غداة في اليم ألقته من الطلب هابي إليها ابنها قد عاد مرتضعا. أم النبي موسى وهابه قد سقي بالبارد العذبي نبعت زمزم. هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا وهذه قد سقي بالبارد العذبي فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ونأى عنها ولم يهبي بل عادم العاد مذبوحا بل عاد مذعاد مذبوحا ومرتضعا من نحره بدم كالغيث منسكب كانت ترجي عزاء فيه بعد ابن له فلم تحظى بابن الله ولا بابي فاصبحت بنهار لا بكاء له وباتت الليل في جو بلا شهب. خلصت القضية؟ قال لا. ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه وهم في غاية السغب يرون بالطب أيتاما لهم سبيت يستصرخون من الآباء كل أبي وصبية من بني الزهراء مربطة بالحبل بين بني حمالة الحطب. بعد قال وأرؤسا سائرات في الرماح رما مسيرها علماء النجم بالعطب لكن يقول ما أدري يقول بيك الرماح تمايلت ليش تمايلت الرماح وأرؤسا سائرات في الرماح رما مسيرها علماء النجم بالعطب لم أدر والسمر مذناءت بها اضطربت من شدة الخوف أم من شدة الطرب صارت صوايح يطفوف الغاضية مذروف وتقول